الناس قايمه بالواجب، راه باش نخرجوا واحد على 3 ايام حي، راه هذا انجاز، راه هذا انتصار لينا كامل على المروحيات. المروحيات موجوده، هذا فضل الله عز وجل، وعاش الملك، والله اكبر، ولا اله الا الله. هادشي اللي بغينا، المروحيات كاينه وغتنزلها نقطه النزول. كاين ناس مضرين هنا، كاين ناس مضروبين هنا، الحمد لله. انا نقولها ونعاودها ماشي مجامله ولا محاباه ولا شي حاجه، بالعكس قايمين بالواجب. شفنا في طريق الرموك ديال العسكر، شفنا العسكر نازل، الماكله كاينه، الشراب كاين، لكن الطريق كانت محبوسه. الله يحسن العوان، الطريق كانت محبوسه. ها الاسعاف جاي، ها الانقاذ جاي، مرحبا والف مرحبا. نعم، اذا الله يجازيكم بخير، حاولوا كتفوا المجهودات، يوصل الميساج لهذه المنطقه ديال ايغيل، توصلها جميع فرق الانقاذ. تحيه خاصه للسلطات المحليه، تحيه خاصه للمروحيات اللي كتحوم فوق الادابه. وهذا انتصار، والله اكبر، لا اله الا الله. هذا بحد انتصار، هذا بحد انجاز، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الشيء اللي بغينا، نقلوا الناس، نسوا الناس، نتعاونوا مع الناس. هذه بلادنا، ما بغينا حد يجينا، ما بغينا حد يدخل معنا. كل شيء موجود، كل شيء واصل، وغنمشيو لابعد نقطه، لا نهايه، ابعد نقطه ان شاء الله توصلوا كل شيء. احنا معاكم لا اله عن ننتشي الاخر جثه، وخا ما بغيناش نشوفو، لكن جثه حتى هي ملكنا، وحتى هي غنجبدوها، وحتى هي خاصها تدفن كما كيدفنوا جميع المسلمين. الضحايا الحمد لله كينتشلوهم، راه حنا الحمد لله الناس قايمين بالواجب، ولا الدوار قايمين بالواجب، السلطه المحليه موجوده، الدرك الملكي موجود. هادشي والله العظيم اقسم بالله لا لا مجامله ولا محاباه، لكن خاصنا المزيد، خاصنا المزيد. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، خاصنا المزيد. وهادشي كيشرف، وهادشي كيفتخروا به. الحمد لله، عدد السيارات وعدد الشاحنات وعدد وسائل النقل اللي جات للمنطقة، قلت خاصنا نتوحدوا، خاصنا نكونوا يد وحدة، خاصنا نكونوا يد وحدة. هانتوما كتشوفوا الناس، فرق انقاذ راه كاينة، راه كينتشروا الجثات. وأنا غنقرب المنطقة اللي كاين فيها يعني العملية ديال التلقيف والعملية ديال البحث على الأنقاض. هانتوما كتشوفوا خوتنا، كلشي كيتفرق، كلشي كيتوزع، الماكلة موجودة، بغينا لومبيلونس، بغينا الطيارات، بغينا فرق انقاذ. الماكلة مبغيناش الماكلة، بغينا ندفنوا اللي مات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكل متابعي الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا. إذن إخواني أخواتي، في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش الجزائر كتستغل ظروف الزلزال وتتسلل عبر الحدود، محاولة جديدة لاختراق الجدار العازل، ولكن المرابطين دائما في الموعد. المغرب كيطوي بشكل نهائي الصفحة ديال إيمانويل ماكرو، وزلة أخرى تغضب المغاربة من وزير العهد عبد اللطيف وهبي. فابقوا معايا، موضوع مهم جدا، رجائي منكم كالعادة أنكم تدعمونا باللايك، بالبرتاج، كذلك بالاشتراك، وما تنسوش كتابة التعاليق. فعلى بركة الله نبدأ موضوعنا لليوم. وأكيد قبل ما نبدأ، تعازينا الحارة لسيدنا الله ينصر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وكل الأسر المكلومة بسبب هاد الزلزال. بالفعل هاد الشي كامل خلى لنا آثار، كلنا تفزعنا، كلنا تخلعنا، كلنا خفنا على بعضياتنا، خاصة أن الزلزال ضرب في كل مناطق ديال المملكة المغربية الشريفة. فصراحة ما كناش غادي نهضروا في هاد الموضوع، وغادي نكتفيو غير بالتغطية ديال الزلزال، ولكن بالفعل أعداء البلد، بالفعل أعداء الوحدة الترابية المغربية، واليوم كيحاولوا أنهم يستغلوا الأزمة ديالنا باش يضربوا في الأمن ديالنا القومي. فأعداء الوطن كيحاولوا أنهم يضربوا في بلادنا ويحرضوا على الفتنة. فرنسا بينات على الوجه ديالها الحقيقي، وبينات على الشر ديالها من خلال الإعلام ديالها، والمحاولة ديال هاد الإعلام قلب النظام بتحريض المغاربة على العنف. في المديرة السابقة لقناة الثانية سميرة سيطايل، واللي ردات على ادعاءات الإعلام الفرنسي، واللي قالت لهم بكل صراحة هذه محاولة الإعلام الفرنسي لتحريض على الفتنة واستغلال الزلزال لقلب الأمة المغربية. وعليه فمصدر موثوق لماغريب انتليجنس كيأكد باللي المغرب طوى الصفحة ديال إيمانويل ماكرون بشكل نهائي، فالإمبراطورية المغربية ما غاديش تدوز عليها المحاولة ديال فرنسا. فأبواق الإليزي
كتشن حملة مصعورة اللي زرع الفتنة ما بين الملك والشعب ديالو في عز المحنة. فهاد الأزمة اللي كيعيشها المغرب يزيدوا يجرحوا المغاربة، ولكن حنا يا أمة، حنا يا راه المملكة المغربية الشريفة ماشي فرنسا اللي كتعيش على ثروات الشعوب. المغرب له سيادة وهو الوحيد اللي كيتخذ القرارات ديالو. هناك أكثر من 60 دولة واللي عبرات على تضامنها مع المملكة المغربية الشريفة، وتم اختيار 4 دول فقط. علاش؟ بحكم القرب الجغرافي. فرنسا بغات تحماق، فرنسا ما تقبلتش أن المغرب رفض المساعدة ديالها. علاش المغرب ردها فوجهها؟ علاش المغرب قبل ديال بريطانيا أو قبل ديال إنجلترا وما قبلش ديال فرنسا؟ ففرنسا عن طريق الإعلام ديالها فرنسا لحد الآن ما قدرش تستوعب أن المغرب وقف على رجليه. هي دائما بغي المغرب من اللي يوقف يبقى مسند عليها، وما بقى بين لهم غير أنهم يديروا الفتنة ما بين الملك والشعب دياله. ولكن الجواب ديال هاد الفتنة أو ديال هاد الحملة المصعورة هي هاد الصورة. فهاد الصورة اللي كتشوفوا أمامكم راه عندها معاني كثيرة. هاد الصورة كتبين على الوطنية الصادقة والتعلق اللامشروط للمغاربة بالملك محمد السادس وبالمملكة دون انتظار مقابل. صورة كتعبر عن ارتباط الناس البسطاء بملكهم وارتباطهم بوطنهم الحبيب. فبالرجوع للنظام العسكري الجزائري، فهاد الصورة اللي غتشوفوا أمامكم الآن هي واحد النموذج للمساعدات اللي عرضها النظام العسكري الجزائري على المغرب. هاد النظام واللي حاول أنه يستغل مرة أخرى فاجعة الزلزال. في الليلة بالضبط ديال الزلزال كيسحب لهم بلي المغرب عنده غير واحد الفرقة وحدة، يعني غير غادي يسمعوا الزلزال غادي يتنقلوا الى ديك المنطقه وغادي يخليو الحدود او غادي يسمحوا في الحدود ويمشيو. ما عارفينش بلي المغرب راه عنده فروق، يعني كل واحد بالمكان ديالو. فهادو كانوا كيظنوا انهم غادي يفاجئوا الجيش المغربي، لكن هيهات ثم هيهات، وكانت محاوله بائسه كالعاده، وتم سحق مجموعه ديال المرتزقه البوليزاريو. فالمغرب راه ما جاش ورفض المساعده ديال الجزائر يعني غير هكاك أو عندنا مشاكل معهم أو كبرياء، وإنما هو يعلم مع من حشرنا الله بالجوار. المغرب كيعرف المعدن ديال هاد الناس، المعدن ديالهم الحقيقي، وحنا كمغاربة كنقولوا لهم لا نقبل منكم أي مساعدة. المغاربة كاملين عارفين بلي هاد المسرحية مجرد استثمار، يعني بغاو يستثمروا بها. فاللي قتل أجدادنا وباغي يقسم وطننا الحبيب وباغي يقسم بلادنا وكيدعم المرتزقة، وغير البارح قتل الشباب المغاربة في السعيدية، شباب اللي تاهوا في البحر بدم بارد. علاش؟ لأنهم مغاربة. فهاد الناس مستحيل يكونوا باغيين يساعدوا المغرب. هاد الشي كامل ويخرج الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي بزلة جديدة، وفين؟ في قناة الجزيرة. هاد قناة الجزيرة اللي دائما كتنشر الخريطة ديال المغرب مقسومة. اصلا هذا راه وزير العدل ماشي الناطق الرسمي باسم الحكومه، ماشي رئيس الحكومه اللي هو عزيز خنوش. وزير العدل ما علاقه له بهاد القناه ديال الجزيره، وعلاش اصلا ماشي القناه اجنبيه وكيتناقش على الزلزال؟ عطى الله القنوات المغربيه، كاينه الاولى المغربيه، كاينه الدوزيام المغربيه، يعني عطى الله القنوات المغربيه يمشي يتناقش ويتكلم كما بغى على الزلزال. فالتصريح ديالو ملي سولوا على المساعدات الجزائريه وهبي قال لهم نرحب بها. فنط الجزائر استغلت هذا التصريح وما بقاتش شي قناه جزائريه ما نقلتش التصريح ديال عبد اللطيف وهبي. فمن البارح الجزائر كتصور في الطائرات ديالها والطاقم مستف يعني كينتظر، وقال لك جوج طائرات يعني مشارجيه غادي يتجه للمغرب وكينتظروا غير ترخيص من وزاره الخارجيه. فهذه مسرحيه الاخوان، وباغي يردوا يعني الصرف المغرب بالعربيه تعرض، باغيين يردوا الصرف المغرب، يعني كما المغرب عرض عليهم طائره الكنادير وبقى المغرب كينتظر انهم يرخصوا وفي التالي ما رخصوش. هادشي اللي باغيين يديروا، يعني كيردوا الصرف المغرب. فهذه مسرحيه من النظام العسكري الجزائري، ولكن حنايا كنعاتبوا الوزير ديال العدل عبد اللطيف وهبي اش دخلوا في هادشي؟ هادشي ماشي من الاختصاص ديالو، هادشي من الاختصاص ديال وزارات الخارجيه.
ماشي ديالو، لان هاد المسائل من اختصاص وزاره الخارجيه. فالنظام بدا كيصور بروباغندا اعلاميه، وفي اخر المطاف المغرب يقولوا بلي راه ما وافقش بناء على تصريحات ديال وزير العدل، وبالتالي راه ما كاين لا مساعده، ما كاين حتى شي حاجه، مجرد بروباغندا اعلاميه ومجرد زله لسان للوزير المغربي عبد اللطيف وهبي كالعاده. فنكتفي بهذا القدر. تحيه لكم كبيره، شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.